طيب بيزد على الهاي لو ايكويشن احنا عايزين نحل مع بعض مسألة على الكلام ده، وبعدين انا هنزل لكم مسألة تحلوها assignment. تمام، بيقول لي ان كان في شركة مديني الكوست بتاعت البرودكت بتاعها، والكوست دي incurred for the past 3 periods، ومديني كل period التكلفة بتاعتها قد ايه. فانا باخد بقول ايه، ان ده الـ highest activity level وده الـ average وده الـ lowest activity level، وهاخد total ما فيش مشكلة. اوكي، لو انا جيت دلوقتي قلت لما كانت الـ cost sorry لما كانت الـ activity level 14400 الـ cost بتاعته كانت 82000 دولارز، ولما كانت الـ cost لما كان الاكتيفيتي ليفل 13300 الكوست كانت 76500. يبقى التشينج لو انا عايز اجيب الفاريبل كوست، يلا نابلاي بقى الهاي لو ميثود. بتقول ايه، ان الفاريبل كوست هي عباره عن التشينج ان اكتيفيتي ليفل اللي هو الهايست ماينس اللوز ديفايدد التشينج ان كوست. خلينا متفقين على ان انا باخد ايه، اعلى اكتيفيتي ليفل. ممكن اجيب لك بادجت لسنه، فانت هتاخد ايه، هتختار ايه، هختار اعلى اكتيفيتي ليفل مش اعلى كوست. تمام، اعلى اكتيفيتي ليفل واخد الكوست بتاعتها، واقل اكتيفيتي ليفل واخد الكوست بتاعته. اوكي يلا نابلاي. فين الكوست بتاعت اعلى اكتيفيتي ليفل؟ 82000، اقل 76500، اعلى اكتيفيتي ليفل 14400، اقل اكتيفيتي ليفل 13300. يبقى لو انا عايز اجيب اللي تشينج كوست ديفايدد اللي تشينج ان اكتيفيتي ليفل، هلاقي يا شباب ان الفاريبل كوست ب 5 دولار بير يونت. طيب اعمل سبستيتيوشن بقى عشان نجيب الفيكس كوست، انت عارف ان واي اللي هي التوتال كوست بتساوي الفيكس بلس الفاريبل. طيب فين الواي التوتال كوست؟ خد يا اما نعمل سبستيتيوشن، يا اما في الهايست يا اما في اللوست. 82000 ايكوال فيكست كوست ما اعرفهاش بلس فاريبل كوست 5 دولار بير يونت، هما كام يونت؟ 14400. فيكست كوست يعني ايه؟ فيكست اون تشينج تو ذا تشينج اوف اكتيفيتي ليفل. فلو انا عملت سبستيتيوشن في الهايست او اللوست اكتيفيتي ليفل لازم تطلع ذا سيم. طيب 82000 ماينس الرقم ده، هلاقي ان الفيكست كوست اللي احنا بنديلها كونستنت A هتطلع ب 10000 دولار. لو حضرتك عملت سبستيتيوشن، لو عملت سبستيتيوشن في اللوست برضه هتطلع ان الفيكست كوست 10000 دولار. يبقى انا عندي فاريبل كوست 5 دولار بير يونت، وعندي فيكست كوست 10000. القصة كلها بالنسبة للشركة اتحلت، وتقدر تعمل بلاننج ازاي. يلا بصوا معايا الريكويرمنت بقى، بيقول لي لو السيلينج برايس بتاع البرودكت كان 9 دولار، هاو ماني يونتس ماست بي سولد ان اوردر تو بريك ايفن. خلاص احنا عارفين ان الكوانتيتي ذات ويل اتشيف ذا بريك ايفن بوينت ايكوال الفيكست كوست ديفايدد الكونتريبيوشن مارجن بي ماينس في. فيكست كوست 10000، البرايس مدهوني given 9، الفاريبل كوست طلعناها 5، 10000 ديفايدد 4 يبقى 2500 يونتس تو بريك ايفن. لو عايزها ان دولار بنضرب في السيلينج برايس. طيب بيقول لي الريكوايرد التاني، لو تفتكروا معايا، if the company sold $35,000 sales what will be the safety margin. طيب احنا محتاجين نجيب البريك ايفن بوينت ان دولارز. ليه؟ اقول لكم حالا. 2500 units multiply 9 دولار selling price، يبقى انا لازم ابيع بكام in order to break even. يلا شباب احسبوا هالي، 22500 دولار. هو بيقول لي السيفتي مارجن. طيب فاكرين السيفتي مارجن احنا قلنا ايه؟ السيفتي مارجن هو ال expected sales
minus البريك ايفن بوينت سيلز. فهو مديني اكسبكتيشن ان انا عايز اعمل ايه، اكسبكتد ان انا هبيع ب $35,000. طيب minus البريك ايفن بوينت سيلز اللي هي $22,500 اللي احنا طلعناها، نعمل ده minus ده هنلاقي قد ايه، هنلاقي 12,500 دولارز. ده ايه؟ ده السيفتي مارجن. طيب ريكوايرد تالت، تمام. بيقول لي in the next period rent is expected to be increased from 1200 to 1700. ده معناه ان الزيادة في الفيكست كوست هتبقى كام؟ مش الرنت ده فيكست، فالفيكست كوست هتزيد من 1200 ل 1700، 500. يعني بدل ما الفيكست كوست 10,000، لا خلي الفيكست كوست كام يا شباب؟ 10,500. كأنها مسألة جديدة. وبيقول لي ان الشركة عايزة earn a return on equity 15% والإكويتي بتاعتها 40,000. طبعا return on equity بيمثل العائد على حقوق الملكية. يعني ايه؟ انا عايز يجي لي عائد قد ايه on my equity. طب انت بتمتلك كام في الشركة دي؟ $40,000. انت عايز تأتين targeted profit قد ايه؟ 15% from this equity من اللي انا بمتلكه. يبقى ده معناه ان انا عايز احقق $6,000، صح كده؟ طيب $6,000 target profit. هعدل بس حاجة، طيب خلاص $6,000 target profit. يبدأ ده الايه؟ التارجت بروفيت اللي انا عايز احققه. بس خلي بالكوا التارجت بروفيت ده مدهوني افتر تاكس، افتر تاكس لازم نحوله لبيفور تاكس. يبقى هنقسم ال 6000 على 1 ماينس التاكس ريت 40%، هيطلع ان انا عايز احقق سيرتن تارجت بروفيت $10,000. يلا هتقولي اليونتس ريكوايرد تو اتشيف اي تارجت بروفيت، الفيكست كوست بلس التارجت بروفيت بيفور تاكس ديفايدد الكونتريبيوشن مارجن اللي هو بي ماينس بي. احنا اتفقنا هناخد اني فيكست كوست الجديده، لان هو قال لي ان الرنت هيزيد، بلس التارجت بروفيت اللي انا عايز احققها كام؟ 10,000 على البي ماينس بي 9 - 5، يطلع لي عدد اليونتس اللي انا عايزها. اتفقنا؟ طيب هنزل المحاضرة دي بورت 1 2 3، عشان يبقى اسهل في الداونلود. اوكي حد يجمعهم، وهنزل لكم assignment تحلوه دلوقتي على بوست لوحده، تمام. ياخد معاكم مثلا عشر دقايق، اوكي، او لا خليني نقول ربع ساعة. بس عايز اقول لكم على حاجة افكركم بيها. الابزوربشن انكم ستيتمنت بتقول ايه؟ ان السيلز ماينس كوست اوف جود سولد جروس بروفيت ماينس سيلينج اند ادمنستريشن يديني اوبريتنج انكم بيفور تاكس ماينس التاكس يديني النت انكم افتر تاكس. فلو ده مسألة وهنا مديني الكوانتيتي بتاعت كل كوارتر ومش مديني الفاريبل كوست والفيكست كوست، اقدر اجيبها؟ طبعا اقدر اجيبها، لان ده اعتبره الهاي ليفل وده اللو ليفل. هنزل لكم المساله وروني هتحلوها ازاي. اتفقنا؟ يلا سلام يا شباب.